والآن إلى وقفتنا مع مواقع التواصل الاجتماعي وشباك هاشتاج، واليوم نذهب إلى تونس لنطلع على المواضيع والوسوم التي تفاعل معها التونسيون هذا الأسبوع مع مراسلنا وسام دعاسي. مساء الخير وسام. بالتأكيد أول هاشتاج سيكون عن القمة العربية، صحيح؟ بالفعل أول المواضيع هو القمة العربية، حيث يعني انتشرت حملة كبيرة، حملة سخرية وتندر على مواقع التواصل الاجتماعي هنا في تونس حول القمة العربية، وخاصة في ما يتعلق بنوم بعض القادة العرب وبعض الممثلي الدول في هذه القمة، حيث غزا هاشتاغ الحلم العربي يتحقق، إذ أظهر البث المباشر لهذه القمة بعض الزعماء وهم يغطون في سبات ونوم، حيث وصف رواد هذه المواقع هذا النوم بأنه يعبر حقيقة عن حال الأمة العربية وحال الجامعة العربية التي وصفوها بالنائمة، والتي قالوا إنها لا تقطع هذا النوم إلا لإصدار بيانات تنديد واستنكار وشجب حيال هذه القضايا، ولا ترتقي إلى الإعلان عن إجراءات وقرارات فعالة. نبدأ بأحمد الجابرة الذي قال من سخرية الحال أن يصدر البيان الختامي لمؤتمر القمة العربية في الأول من شهر نيسان أبريل، هذه صدفة صادقة، في إشارة إلى ما يعرف في الشارع التونسي بكذبة أبريل. في الجهة المقابلة هناك إشادة بالقمة الموازية كما وصفت في تونس، والتي نظمتها مجموعة من المنظمات الاجتماعية والحقوقية خارج مقر انعقاد هذه القمة، وتناولت قضايا حقوق الإنسان وقضايا الحريات في الشارع العربي وفي بعض الدول العربية، حيث يقول مثلا أشرف عوادي في تدوينة مطولة: تونس الاستثناء عربيا، فليحيا هذا الوطن حرا مستقلا أبيا، ولتحيا ثورة شعبية في نفوس أبنائه الأحرار أبد الدهر، ورحم الله شهداء الثورة المجيدة وجميع شهداء الوطن، فلو لهم ما عشنا هذه اللحظات التاريخية. حيث قال رواد هذه المواقع إن هذه القمة يعني تستجيب لتطلعات الشعوب العربية، ويعني تترجم مناخ الحرية والتعددية في تونس ما بعد ثورة 14 يناير 2011. وننتهي بتدوينة لنيفن ملك والتي تقول: جيد تنمية فكرة العمل الموازي للشعوب كفعاليات قمة المجتمع على هامش قمة المرحومة على حد وصفه الجامعة العربية في تونس، وكذلك لابد من التفكير جيدا في تدشين كيانات مدنية حية وديناميكية موازية عوضا عن كيانات مهترئة أصبحت خارج نطاق الصلاحية والزمن كالمرحومة جامعة الأنظمة العربية وغيرها، في انتقاد كبير لمخرجات هذه القمة والتي تضمنت بنودا إنشائية عبرت فيها القمة عن استنكارها ورفضها لبعض القضايا العربية، وعلى رأسها الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. نعم وسام، والهاشتاج الثاني أيضا طبعا له علاقة باستنكار الشارع للاعتداء على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، صحيح؟ بالفعل الهاشتاغ اليوم هو سياسي، لونه سياسي بامتياز، حيث غزا موضوع ثاني على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس وهو الاعتداء على الأمينة العامة للحزب الدستوري عبير موسي، وهي من أحد رموز النظام السابق نظام زين العابدين بن علي، وهذا الاعتداء تم في محافظة سيدي بوزيد، وهذه المحافظة هي التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية، وهي التي قام فيها محمد البعزيزي وأضرم النار في جسده، ما أدى إلى اندلاع هذه الثورة، والتي أدت إلى الإطاحة بنظام الرئيس السابق بن علي. نشاهد هذا الفيديو، يظهر عملية الاعتداء
ثم نعود لعرض ما ورد من تدوينات بشأن هذا الاعتداء. بالفعل غزت يعني انتقادات كبيرة بشأن هذا الاعتداء. هناك إدانة واسعة لهذا الاعتداء على شخصية مهما كان لونها السياسي في تونس، وهناك في الجهة المقابلة هناك من يقول أن هذا الاعتداء سيزيد في الرصيد السياسي والرصيد الانتخابي للأمينة العامة للحزب الدستوري عبير موسى، وهو التي تستعد لخوض هذه الانتخابات، وهي التي تشيد بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. نبدأ بالتدوينة الأولى لحبيب مسعودي، والذي يقول: الأهم طرد عبير موسى بالانتخابات ديمقراطيا أو معاقبتها بالقانون على خطابها الاستئصالي المحرض على الكراهية والمهدد بالحرب الأهلية. منجي بدري يقول أيضا في تدوينة مطولة نوعا ما، يقول: هددت سابقا، في إشارة إلى عبير موسى، هددت سابقا بمقاضاة كل من شارك في إسقاط بن علي، ومن ثم تذهب إليهم بقوافل مستوردة على أنغام الطبلة والزكرة، متجاهلة الشهداء ودماء الجرحى، وتريد إقناع الجميع أن التجمعيين، أي نسبة إلى حزب الرئيس السابق، هم ملاذ الأمة، وأن ما حصل ليس سوى خطأ. فمن الطبيعي كانت ردة الفعل بتلك الشاكلة، لأنها كانت تعنيهم بالذات، هم بالذات، نقطة وارجع والعودة إلى السطر. طاهر دحيحح يقول: هناك صور حركت شعوبا وغيرت بلدانا وصنعت رأيا عاما، وهذه الصورة الذكية التي كانت أثمن هدية تلقتها عبير موسى من أعدائها ستكون صورة الموسم الانتخابي، وسيكون هناك ما قبل الصورة وما بعدها. فأجمل هدية تقدمها لخصمك هو أو منافسك السياسي هي تحويله إلى ضحية. ويستنجد بمقولة لفرويد يقول: بدأت الحضارة عندما قام رجل غاضب لأول مرة بإلقاء كلمة بدلا من حجر. فلا تحاول تبرير ثقافة رجم الآخر بالحجارة مهما كان ذلك الآخر. ننتهي بيامن أحمد حمدي يقول في رده على تدوينة لعبير موسى التي قالت: ما حدث في سيدي بوزيد اعتداء على الديمقراطية وعلى الحريات. هو يقول في تعليق على ما قالته باللهجة التونسية، سنحاول نترجمها إلى اللغة العربية: وما فعلتموه بالديمقراطية والحريات سنينا طوالا تحت إمرة بن علي، ماذا تسمونه؟ ديمقراطية الشعب؟ كيف ما الشعب استحمل ديمقراطيتكم؟ هذا مجمل ما جاء في منصات التواصل الاجتماعي، يعني هاشتاجات على خلفية القمة العربية. نعم. ونوم بعض القادة وبعض المسؤولين العرب. والموضوع الثاني هو الاعتداء على الأمين العام للحزب. نعم. الدستوري عبير موسى. نعم. وسام دعاسي، شكرا جزيلا لك، نلتقي الأسبوع المقبل.